شريف انت عندك واحد الولد المعاق واليوم استفدتي من هذه العمليه ديال تنظمها جمعيه جسور الامل. اش بغيت تقول لنا في حق الجمعيه؟ الله يكثر خيرهم، ما تفكرونا الله يكثر خيرهم، هادشي ما نتمنوا عليه الخير ان شاء الله. هكا ما كنحناش كيبقى يعني ديما المحسنين تفكرونا هكا وشوف في حاله وضعيه، يعني حنا لا استعدم حاله وضعيه، يعني اعاقه راه في حاله وضعيه لا يرتاح، حنا بغينا اللي يحس بينا. هادشي ما كنتمنوا منهم، الله يكثر خيرهم، الله يرحم والديهم، الله يخليهم في صحتهم. Thank you.